بيكون قدامنا النقطة التانية، هل آخد هذه الفلوس وابني بيها مصنع؟ أو آخد هذه الفلوس واجيب بيها حاجات كمالية؟ طبعًا السهل ليا أنا، السهل ليا كسلطة تنفيذية إن أنا آخد هذه الفلوس واجيب لكم بيها حاجات كمالية وتلاقوا كل حاجة عايزينها. بس نص اللي بيشتروا النهاردة مش هيلاقوا يشتروا لأنهم مش هيقبضوا، مش هيشتغلوا، مش هياخدوا ماهيات علشان يشتروا بيها البضائع الكمالية. ده المجتمع الاستغلالي، المجتمع الرأسمالي اللي ما بيعملش مشروعات للتنمية زي ما كان عندنا قبل كده، وكل البضائع موجودة في السوق، لكن مين يقدر يشتري هذه البضائع، هذه الكماليات؟ فئة محدودة من الناس تقدر تشتري هذه الكماليات، الفئة اللي هي الفئة صاحبة الأموال وصاحبة الفلوس واللي بتاخد مرتبات عالية. طيب والعمال اللي بيشتغلوا النهاردة هل كانوا هيشتغلوا؟ لا، ما كانوش هيشتغلوا. واحنا قلنا ان العمال لما قامت الثورة كانوا حوالي 4 مليون، دلوقتي عندنا عمال 7.5 مليون، في 3.5 مليون اشتغل. طيب ال3.5 مليون اللي اشتغلوا دول بياخدوا اجور ولا ما بياخدوش اجور؟ بياخدوا اجور. لو كانوا ما اشتغلوش او لو كنا شغلنا مليون ووفرنا 2.5 مليون عامل، كان معنى ده ايه؟ كان معناه ان تلت الطلب بس هيكون موجود، اللي اشتغلوا المليون اقل من التلت حتى، والباقي مش هيطلب لانه ما اشتغلش. كل امله هيكون ان كل واحد بيدور له على واسطه عشان يلاقي له شغله. بتوع الجامعه لا عندهم شغل، وبتوع والعمال لا ما عندهمش شغل. وطبعا اما بتزيد البطاله يبقى بالتالي اجور العمال بتنزل الى ادنى مستوى. اذا بقول بقى ده كان يبقى سهل للسلطه التنفيذيه انها تمشي بالطريقه اللي كانت ماشيه بيها الحكومات في عهد تحالف الاقطاع مع راس المال. مفيش مشاكل، كل المشاكل هي مشاكل بطاله. وبيطلع بيقول لك ايه ما بيشغلكش، ويقول لك انزل لك قرش في الكيروسين او قرش تعريفه في السكر. طيب ما هو اذا نزل لك حتى قرش تعريفه في السكر او قرش تعريفه في الكيروسين في الجهاز، وانت ما بتشتغلش وما بتاخدش اجره ولا فيش عباله، وخريجين الجامعه اللي بيطلعوا كل سنه 25,000، اللي عنده واسطه بيشتغل واللي ما عندوش واسطه لن يشتغل ابدا، ويبقى مهما خفض ومهما عمل مش هتقدر تشتري لا الكيروسين ولا هتقدر تشتري السكر. ومهما جاب سلع كماليه، اللي اتخرج من الجامعه وعاطل هيشتري سلع كماليه منين؟ ده هيبقى مش لاقي ياكل وقاعد على ابوه. واللي وصل الى سن العماله ولا وجدش عمل هيشتري ايه او هيجيب ايه؟ مش